السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى الله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كما دائمين ان شاء الله يا ربي. كيف احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي امين. اليوم ان شاء الله نشارك معكم الغداء ديالي، انا باغا ندير الغداء ان شاء الله ونشارك معكم. ان شاء الله كما كيبان لكم قدامي السلق، ها هو ما شاء الله سلق زوين ما شاء الله، قداش كبير تبارك الله وزوين كيعشق ما شاء الله. عندي السلق غنديرو ان شاء الله بالروز، بسم الله. عندي الروز هنا، ها هو الروز بسم الله، ديجا غسلته ونشفته هذا. وهنا عندي شويه ديال، ماشي شويه ما شاء الله، عندي شويه ديال داك الحيمات قطعتهم طريفات صغار ودرت ليهم شويه التوابل وداك الزيت والبصله ورقدتهم. وهنا عندي مطيشه ولا طماطم مركزه، وعندي زيت الزيتون قريب كاس، وعندي البصله والثومه. انا قلت واقيلا نقرب لكم باش تشوفوا مزيان، معنا حقا شويه بعيد. هنا الثومه مازال ما قطعتهاش، وعندي البصله، وعندي شويه تاع القزبر، هذا قزبر ما عنديش الربيع على داك المعدنوس ما عنديش، ولكن غندير ان شاء الله القزبر. وهنا عندي شويه تاع الملح وشويه تاع الابزار، يعني معلقه معلقه، والخرقوم. وهنا عندي التحميره يعني البابريكا حاره وكمون. بسم الله، اول حاجه غادي نبدا بها ان شاء الله هذا، غادي نحيد هذا سميتو ونبدا ان شاء الله بالرز هو الاول. بسم الله، هذا غندير ليه شي شويه تاع الزيت. الزيت الزيت نباتيه. كما قلت لكم ندير لهم شويه تاع الزيت النباتيه. ونديرو إيفور مع ديجا مغسول، وهذا راه في التفويره الاولى غادي نديرو غير هكاك باش ما ي... باش يجيني. ما راكم عارفين الروز ديما كنديروه اول مره، كنديرو غير بشويه تاع الزيت. دابا غادي نديرو في الكسكاس بسم الله، والكميه كتبقى على حسب شحال ما كل واحد وكيدير الكميه اللي تقدو. دابا صافي، انا غادي ندي ان شاء الله نديرو الفور ونرجعو ان شاء الله نكملو داكشي. ودابا غندوزو ان شاء الله نقطعو هاد السلق عندنا نوجدوه. لا داك راه درناه فور كما شفتوا معايا بسم الله. دابا على هذا الوقت ما شاء الله ديال هذا الشيء، ديال هذا الربيع، ديال هذا السلق ديال ما شاء الله. دابا هذا الوقت راه كل شيء موجود، ها هو خصنا نديرو، كنبغيو ننوعوا يعني ونختلفوا كيفاش نديروا ليه. لا كاين طرق بزاف، وما شاء الله بهذا الروز راه كيجي ما شاء الله كيجي رائع. اللي ما مجربوش يجربوا، اللي ما عمرها ما جرباته او اللي ما عمرها ما شافت كاع كيفاش كيطرا، ما عليها الا تجرب هذه الطريقه هذه وراه تعجبكم ان شاء الله. فايت دايرها بحق شحال هذه مده طويله باش كنت درتو، و درتو تقريبا قريب نفس الطريقه، ندير بشي حاجه قليله مختلفه غير بشي حاجه قليله. دابا ان شاء الله نقطع هاد اسميتو كامل ما شاء الله، شحال طري و يعني باقي طري، ماشي داك النوع اللي كتصيبيه هلاوي ما شاء الله. اللي باغي يشري شي حاجه يشريها بحال هكا تكون باقا جديده وطريه من الاحسن. تما التقطيعه ديالو كتسمع كي ما كي دغيا كيتقطع.
ما داك الليلاوي كتبقى الموس ما كيدوش فيه بلا الجنوي. صافي وانا غنتبع بحال هكا تنقطع ان شاء الله كامل. دابا كملت الربيع ديالي بالتقطاع كيف ما تابعتوا معايا. دابا غادي نحيدو ونعاود ان شاء الله نعاود داك الروز راه فار بسم الله. دابا انا حطيت هاد الكسكاس فيه الروز غادي نعاودو بسم الله. سخون شويه خصني شي حاجه باش نحركو. دابا غادي نكب عليه الماء طايب بسم الله. ما خصني كاع ما خصو غير يتحرك ديريكت، ممكن نكبو عليه الماء ديريكت الماء طايب بحال هكا باش هو اللي غيطيب لينا الروز دغيا. وغادي نخليه يشرب هاد الماء ديالو ونرجعو ان شاء الله باش نكملو ان شاء الله. لما يشرب لنا هاد الماء نردو ان شاء الله تاني ايفور نغطي عليه ونخليه يشرب. دابا ان شاء الله غادي نشحر هاد الحيمات اللي عندي اللي انا مقطعه طريفات صغيرين بسم الله. ديجا دايره فيهم درت فيهم شويه ديال البصله كما كيبان لكم شرملتهم، يعني درت لهم شويه ديال البصله وكم شويه الابزار والملحه والكمون باش يشربوا داك التوابل باش يجيونا زوينين باش يجيونا بنان. ودرتهم طريفات صغيرين قطعتهم يعني رقاق باش يطيبوا ليا دغيا كما كيبان لكم طريفات رقاق مزيان. كما قلت لكم درت هذوك الحينات غادي نشحرهم شويه باش يجوني ديك الساعه ساهلين يطيبوا دغيا مع الرز. الرز راه كيفور الفوره الثانيه درت فيه الفوره الثانيه. وغندابا هنا غادي نزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون، ما نكثرش بزاف غير شويه باش على حقاش بقى غادي ندير الزيت ديك الساعه في الروز. وهنا كما قلت لكم درت شويه البصله وشويه الملحه وشويه ديال الكمون والابزار شويه تاع التوابل باش يجينا بنين. نتوما راكم عارفين ملي كنديروه نقطعوا اللحم بحال هكا طريفات شنو كنديروا فيه بحال هكا وكنديروا طريفات صغيورين باش يجينا يطيب لينا دغيا. كنرقهم مزيان 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 صافي ونخليهم هكا يتشحروا ليا مزيان تقريبا يقربوا يطيبوا بحال هكا. وديك الساعه ان شاء الله نخلطهم اللي يوجد ليا الروز ويقرب يوجد راه غادي نخلطه مع هذا الشيء. غنشوف هاد الحيمات اللي درتهم يتشحروا بركه عليهم. غادي نحيدهم وندير البصيله حتى هي تشحر مع داك شويه تاع التويمه بوحدهم ونتابعوا ان شاء الله حتى الاخير. ندير واحد النقيطه تاع الزيت غير شويه عمل هاد الكاس نيت باش ما نكثرش الزيت بزاف. وغادي فيها شويه تاع التومه كما قلت لكم التومه وبصيله ها باش ينزلوا شويه ماشي غنطيبهم كاع بزاف غير ينزلوا شي شويه باش ديك الساعه لحقاش الرز كيكون تقريبا شبه طايب. وهذاك السلق تاع هو ان شاء الله غادي تشوفوني كيفاش غندير ليه تاع هو. غادي ندوزو نديرو الفور وباش داكشي يجي ان شاء الله كلشي يطيب يكون طايب بحال بحال. دير فواحد شويه تاع الملح البصله باش شويه تنزل صافي ونخليها تقلى شويه. نحطوا الرز اللي حنايا درنا هذه المره الثانيه اللي فورت فيها هذاك سميتو الرز بسم الله. انتما كيما شفتوا بعدا هاني حطيته خصني ندير فيه داك الشيء اللي انا وجدته
ما غاد نزيد لا ما لا والو، غادي ندير فيه غير هاد داك المرقه ديالو كتشوفوا كما كتشوفوا المريقه ديالو. بسم الله. وهاد البصيله مع شويه تاع الثومه اللي شفتوني حتى هي قليتهم. ونزيد عليهم هاد الزيت. بسم الله. وهاد مطيشه او لا طماطم مركزه. ونزيد هاد التوابل الخرقوم، والخرقوم عيب باش يدير لنا الا يدير لنا اللون وصافي، يدير لنا الكولور، البزار والخرقوم والملحه. وهنا شويه الكمون والتحميره او لا البابريكا حاره. هو في الحقيقه كيبغي الحرور، يا اما التحميره حاره يا اما ديك الهريسه الا كانت. هذا قزبر، شويه تاع القزبر. وغادي نخلط كل شيء مزيان. لما نخلط كل شيء مزيان غادي نخليهم ما غادي كما قلت لكم ما بقيت نزيد لا ما لا والو، وغادي نخليه يشرب داك الزيت وداك المريقه ديال الحيمات اللي انا شحرتهم او لا قليتهم، ودوك التوابل ومطيشه وداكشي غادي نخليه نغطيه ونخليه حتى يشربهم مزيان. وغادي هي اللي ان شاء الله نعاود ثاني نفور كل شيء مره واحده. صافي دابا غادي ندوز ان شاء الله نغطي عليه بعد ما خلطته مزيان، ندوز نغطي عليه وتابعوني ان شاء الله حتى للاخير. دابا غادي ندوز كما قلت لكم خليت داك الروز يفور حتى انا يفور فورته خليته يشرب داك التوابل داكشي اللي درت ليه. دابا غادي ندوز ان شاء الله نفور هذا السلق حتى هو خصو يفور ينزل، وباش كما قلت لكم يكون حتى هو طيب، يعني ما يمكن نحطوش مع الروز هكا خضر. نديرو هاي فور صافي عادي، يعني ما ندير فيه حتى حاجه. كيولي قليل لما كيفور كيولي غير شويه قليل. صافي وتابعوا معايا ان شاء الله حتى للاخير. دابا ان شاء الله ما فات فار ليا هاد السلق حتى هو، غادي نخلطو مع هاد الروز. الروز راه شراب داكشي اللي درت فيه. بسم الله. يمكن هاد السلق حتى هو راه باقي خصو قول طاب شي نص طايبه بحال هكا. نخلطو مع هاد بسم الله مع هاد الروز. شوفوا اختكم دارت العجينه باش يخرج ليها الفار، معنا كندير واحد الخيط هو باش كنسد دائما، ولكن هاد الخطره ما بغاش يخرج، كيخرج ليا مع الجناب، ما بغاش مع داك الروز فيه، يعني سد داك العين ديال الكسكاس مع فيه داك الليدام وفيه بزاف الحاجات، ما بغاش يخرج ليا، كيخرج ليا مع الجناب. وانا ندير ليه العجينه قال لك المثل المغربي والله ما قفلتي لا فورتي، ما بغاش يخرج ليا الفار تما هو قفل بالعجينه. رجعت لذاك الشيء ديالنا حنا اللي ديال شحال هادي كانوا كيديروا العجينه، ما كاين لا خيط لا ميكا لا حتى حاجه، ما كاين ما احسن من العجينه والله الا غير درت العجينه هي هو الفار يخرج يجري بالزمن. اولا بغيت نوريكم وصافي، انا ما عندي البرمه تاعي مسكينه تاع كاع على برمه عادي، يعني ممكن بعض البرامي اللي ما كيكونوا رايمين مزيان ماشي مشكل كيخرج يقدر يخرج. ومع الكسكاس الا درنا فيه شي حاجه بحال هكا ميد ما مزيان وبدات شويه داك كيسدوا دوك العيون ديالو كيتسدوا وما تلاش كيبغي يخرج لك الفار. وانا ندير ليه هاد العجينه صافي والله ما بقى عاودها معايا اخرج كيجري تخلع. ها انتما دابا نوريكم راه شويه دايره، انا مغطيه مزيان، ها مغطيه بجوج تاع الغطاء دايره، هذه اللي مغطيه هكا مزيان هادي باش ترد لي عليه هذاك الفار، وكندير هادي من الفوق بحال هكا هكا باش يطيب لينا داك الروز. وهذا لما سديناش هكا ما غاديش يطيب لينا. وصافي راه وريتكم اختكم بغات تشارك معكم كل شيء، نشارك معكم العجينه كيفاش كانت وكل شيء ان شاء الله يا ربي.
وصافي وتابعوني ان شاء الله حتى الاخيره ديال التفويره الاخيره الثالثه والاخيره ان شاء الله. نخلي واحد ما بين ربع ساعه بحال هكاك حتى ما بين ربع ساعه حتى 20 دقيقه ايفور باش حيت باقي شويه خاصو شي شويه تاع الطياب. وصافي ديك الساعه ان شاء الله لما تكمل داك العدد اللي انا دايره ديك الوقت اللي خاصني نسالي وندوقهم بطبيعه الحال. وصافي وان شاء الله وتابعوني حتى الاخر. ها هو بعد ما وجد لي داك الروز ديالي دابا ان شاء الله غادي نديرو ندوز نديرو ان شاء الله في التبصيل التقديم. بسم الله بسم الله. طاب ما شاء الله بسم الله. نحاول نحطو ان شاء الله كامل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الروز ديالنا كيف كيبان لكم. ما شاء الله ما شاء الله جا رائع والله الا ما شاء الله جديد ما شاء الله وكيجي زوين. هانتوما كيبان كيبان لكم كل حبه ما شاء الله بوحدها وما شاء الله الصراحه زعما بلا ما بلا مجامله بلا والو الا ما شاء الله جا رائع. نتمنى الله ان شاء الله تجربوه وما شاء الله راه يعني تقريبا داك سميتها زوينه صحيه. ها انتما كما كيبان لكم كيجي ما شاء الله رائع 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. كما قلت لكم ما شاء الله كيجي رائع ولذيذ والله الا ما شاء الله تبارك الله. نتمنى الله ان شاء الله تجربوه ولا جربتوا راه غيعجبكم ان شاء الله. هذا السلق يعني كيجي نبدلو يعني داك السلق كاين اللي عا كنديروه يعني كنديروه بطريقه اخرى نديروه مع الروز راه كيجي رائع رائع ما شاء الله. وبهذه الطريقه اللي درت اليوم ما شاء الله كيجي اجمل والد يعني اجمل اجمل حتى في المنظر والد ما شاء الله. نتمنى الله ان شاء الله يعجبكم. وهذا هو الفيديو ديال اليوم ديالنا ان شاء الله. نتمنى الله ان شاء الله يعجبكم ولا عجبكم ما تنساوني من لايك ومن اشتراك في القناه فضلا منكم وليس امرا. وشكرا لكم شكرا لكم بزاف 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 بارك الله فيكم جزاكم الله خير. كل من شاف الفيديو ديالي ودار لي بصمه ودار لي كومونتير ودخل عندي كنشكركم والله كنشكركم من قلبي الخالص ما شاء الله وكتفرحوني جزاكم الله خير. ونتمنى الله ان شاء الله يا ربي يسعدكم في حياتكم وفي حياه ولادكم ان شاء الله يا رب العالمين. والسلام عليكم وشكرا الى فيديو اخر ان شاء الله.